اهلا بيكم ولادي وبناتي في فتفوتة جديدة وفتفوتة طويلة النهاردة من الفتافيت المكسولية. يلا ناخد مع بعض ادوار العلماء بتوع الكيمياء العضوية. عندنا بيرزيليوس، ده اول واحد قسم لنا المركبات لعضوية وغير عضوية، وقال ان جميع المركبات العضوية يمكن تخليقها داخل النسيج الحي ولا يمكن تخليقها خارج النسيج. طب عندنا العالم التاني العالم فوهلر، ده اللي هو هدم نظرية بيرزيليوس وقدر انه يحضر مركب عضوي من مركب غير عضوي. طب ايه دور العالم باير رقم 3؟ باير عمل ايه؟ اكسد الايسيلين في وسط قلوي وحصل على الجلايكولات اللي هي كحولات ثنائية الهيدروكسيل. العالم رقم 4 ماركو نيكوف، الراجل ده عمل ايه؟ اضاف متفاعل غير متماثل لألكين غير متماثل، وقال لنا ان الشق الموجب بيروح للكربون الغني بالهيدروجين، طب والشق السالب بيروح للكربون اللي فيه عدد اقل من الهيدروجين. طب العالم رقم 5 كان العالم كيكولي او اوجستي كيكولي، الراجل ده توصل للصورة الحالية لحلقة البنزين السداسية، وقال لنا ان الروابط بتكون بالتناوب، واحدة احادية والتانية ثنائية، علشان كده في حاجة اسمها الرنين داخل حلقة البنزين، يعني عدم تمركز الالكترونات الستة داخل الحلقة. آخر عالم فريد الكرافت، ده اللي هو أدخل مجموعة الألكايل لحلقة البنزين بالاستبدال في وجود كلوريد الألمونيوم اللامائي علشان يحصل على الطولوين، سمينا التفاعل بتاعه بالألكلة. يبقى كده عندك 6 علماء، يلا راجع معايا: بيرزيليوس، فوهلر، باير، ماركو نيكوف، كيكولي، فريد الكرافت. يلا استعد معايا تاني علشان تاخد معلومة جديدة وفتفوتة جديدة المرة اللي جاية.